دونك هالمسار كيهدف نحلو الاماكن اللي مغلوقه، يعني اماكن ماشي اماكن مفتوحه، يعني اماكن مغلقه للعموم، وكنعاودو نحيوها بواحد الساحه فنيه جديده كونتمبورين. دونك كتشمل رسامين، مغنيين، راقصين، يعني واحد الساحه الفنيه متعدده الاختصاصات، وهذا الشيء كيكون في نهار واحد، يعني كنبقاو عامين باش نوجدوا هذا اليوم. دونك هنايا حلينا 8 ديال الاماكن، 8 ديال الاماكن، وكل مكان عنده لا بارتيكولاريتي، كل ما عنده الخاصيه ديالو المكان والساحه الفنيه اللي كتستغل هذا المكان بالضبط. دونك وهذا المهرجان هذا مسار فني، هذا المسار الفني يعني مجاني ومفتوح للعموم، والهدف ديالو هو نخرجوا الثقافه من يعني المتاحف والرواقات، وكنمشيو حنا عند الجمهور، يعني وكاين كيتلقاو الحمد لله الناس كيسانتيغيس وكيشوفوا يعني واحد الحاجه جديده اللي ما مولفينش كيشوفوها دائما. سي فريمون الهدف من نهار واحد يعني كيجمع ديك اوني اوبليجي ديتر في ديك يعني هاد النهار ماشي نهار اخر. Tu m'as bacquait. Alors j'ai pleuré. Parce que tu t'es déployé là. Parce que tes racines, là, dans mon ventre, mon corps, mon cœur. Et moi, je t'ai dit, je t'aime. اليوم حنايا في مهرجان اتريسي فينانا كنشاركوا في واحد المسار فني مع المجموعه ديالنا ديال الراقصين اللي جايين من الدار البيضاء. المشروع ديالنا لابو دونس كيقدم 23 عرض في اليوم نهار كامل في اطار هذا المهرجان. اول مشاركه ديالكم؟ هذه اول مشاركه. كاين على الفرقه ديالكم؟ الوغ فرقه كولتشاب هي فرقه كاينه في الدار البيضاء وباداره وجدي كاكي الفنان التونسي اللي هو كوريغراف ودونسور اوسي، ومعايا انا كنسيروا واحد المجموعه ديال الراقصين اللي هما تقريبا 25 راقص في اطار مشروع لابو دونس. من اقليم طنجة، من اقليم خنيفرة، هذه اول مشاركة لي يعني في اول معرض اللي هو اتخ اسي ديال طنجة، واليوم النسخة الرابعة ديالو، وهني عاوتاني هذا المعرض سمح لي انني مثلا نقدم الفن ديالي اللي هو تكوين، يعني تكوين ديال بالعظام، يعني اللي هي مثلا الفكره اللي مثلا الفكره جاتني يعني شحال هذه يعني تقريبا عامين هذه، هي ان الفكره ان كيفاش مثلا نحاكي، يعني مثلا نحاكي واحد الفكره مثلا اللي كتكون عندي ومثلا نطبقها على العظام، يعني عاوتاني نحاول انني نطبق دوك الملامح ديال العظام مثلا كاثر لواحد مثلا واحد المخلوق مثلا ولا واحد الصوره ولا واحد الفكره اللي مثلا كتعبر لينا على داك الاثر. وشكرا، كنشكر لهم اللي اول مشاركه ليا وكذا، وشكرا بزاف. On va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour, tu seras fier de nous. Tu nous entends, l'amour? Tu nous entends? Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêts maintenant. Ouais, ça y est. On a déconné, c'est vrai. Mais depuis, on a compris. Et là, on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans.
السلام عليكم، معكم الفنانة لبنى بياق. اليوم شاركت في هذا الايفينمون هذا اللي هو عبارة عن واحد الفرصة مجموعة من الفنانين هنا في المدينة وكذلك من أماكن أخرى باش يقدموا الأعمال ديالهم باش يتواصلوا مع الجمهور بشكل مباشر. صراحة استمتعت بزاف معهم، غنيت آخر أغنية اللي قدمت مؤخرا بعنوان آه يا غالي. شكرا بزاف على هاد الباساج، شكرا على هاد لهاد ليفينمون، وتبارك الله عليكم وبون كوراج.